وصاحب الأمر، احنا عندنا كلمة صاحب الزمان يعني صاحب العصر، لكن مقدم وفي الروايات أكثر شيء عندنا كلمة صاحب الزمان، لكن الأكثر صاحب الأمر، بيده الأمر. اليوم الأنواء الجوية تقف أمام الصواريخ العابرة للقارات، حينما يدخلون في معارك يحسبون حساب الأنواء الجوية. إذا كان أمر السماء بيد صاحب الأمر، إذا كان أمر الجبال، أمر الطاقة الشمسية، جميع الأمور بيد صاحب الأمر، حينئذ لا مجال للحديث كيف ينتصر على هذه الأسلحة. قد يوجهها، يطلقها من يريد أن يطلقها، لكنه يوجهها بالعكس بيد الأمور. يعني أكثر من سليمان ابن داود الذي كان يتحكم في الحيوانات والحشرات والطيور وما شابه ذلك.